ملحوظة، الفيديو ده مش غرضه السخرية من حد، ده مجرد فيديو كوميدي للترفيه فقط. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجة عايزك تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان نوصل بالفيديو ده 30,000 مشترك، وبرضه قبل اي حاجة عايزك تنزل تعمل لايك للفيديو ده عشان الفيديو بتاع النهاردة دمار، انا بخاطر بحياتي عشانكم يا جدعان. تخيل كده لو انت ماشي في الشارع او انت ماشية في الشارع وواحد وقفك او واحد وقفك وقال لك اسم امك، ايه يا ترى هيكون رد فعلك؟ ايه تعالوا نشوف. لو سمحت اسم امك ايه؟ لا مش لازم تعرف، يعني عادي سؤال عادي. لا مش لازم. انت لو سألتني اسم امي هقول لك. لا طبعا اتفضلي مش منينه. ماشي لو سمحت يا صاحبي. ايوه اتفضل. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. اسم امك ايه؟ نعم اسم امك. ايه اللي اسم امك دي؟ بس روق. طيب روق يا عم. ايه يعني يا عم ايه فيها اسمه؟ خلاص مقلب 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 معايا يا رب. يا رجال مش صح عاملين ايه؟ بقول لكم انت عايز اسالكم سؤال يعني. اسم امك ايه؟ استنى. طيب بس استنى هنكمل عقل هنكمل عقل. بس 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 يعني اسم امك يا عم فاقع يا فاقع يا صاحبي. هتبطل هتبطل فاقع يا عم. اقول لك اسم امي. اقول لك اسم امي. انت هتبطل يعني؟ هتبطل. لا يا عم لا 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 لا. لو سمحت يا صاحبي ممكن سؤال؟ اسم امك ايه؟ تعرفه منين؟ بس عشان بس هقول لك على حاجه. طب بلاش انت اسم امك ايه؟ طب استنى 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 مقلب 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 مقلب. لو سمحت يا باشا. نعم. عايز اسالك سؤال. اتفضل يا حبيبي. اسم امك ايه؟ تعبت يلا انت عبيط يلا انت عبيط عادي عادي اقسم بالله انت عبيط يلا عادي 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 انت عبيط عادي 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 بنصور 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 بتصور ايه؟ مقلب مقلب. لو سمحت يا صاحبي. اتفضل يا صاحبي. ممكن اسالك سؤال؟ اسم امك ايه؟ امي ام صفية والله. صح انا اسف يا صاحبي. كان صور هناك اهو والله يرحمها. وامك هي ام هي امك على فكره اللي بتعمله ده خلص صح؟ لا يا صاحبي ده مقلب عادي بنهزر مع ناس وبنضحك الناس يعني. ما عندكش مانع ان احنا ننزل التصوير؟ عادي لو صح بجد. لو مش عايز عادي. عادي صح مش صح. بقول لك بص هناك في كاميرا بتصور، ما عندكش مانع زي اللي احنا عملناه ده؟ ماشي. بص 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 على الكاميرا هناك بتصور يا عم فاهم زي الفيديو زي ماشي. طب ايه اللي اسم امك؟ يا عم مقلب والله. خلاص بقى صاحبي روق روق صاحبي. بص في كاميرا هناك بتصور. صور انت كنت هتموتني وهتوقعني. مذيع عادي؟ مذيع؟ ماشي يا صاحبي شوف. بص في كاميرا ليه كده يا صاحبي؟ مقلب يا صاحبي انت كنت هتموتني. لا يا عم معلش يا صاحبي. قول لي اسم امك ايه برضه؟ يا عم مفيش حاجة يا عم بهزر عليك الله. مذيع ولا بلاش؟ مذيع مذيع يا عم ولا بلاش؟ مذيع مفيش حاجة مزعلانة يا رجالة؟ لا انت اللي زعلان؟ لا يا صاحبي. هو تضحكني يا عم مفيش حاجة يعني. يا عم تعالى شوف الكاميرا وصورة. انت عبيط. مذيع عادي؟ ماشي بس حوش تعالى شوف الورق. حاضر. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. طبعا شفتوا ردود افعال الناس ايه؟ لينك الانستجرام بتاعي هتلاقوه تحت في صندوق الوصف. ما تنسوش بقى تقولوا لي في الكومنتات المقالب الجايه تبقى عن ايه؟ وما تنسوش توصلوا الفيديو ده برده ل 10,000 لايك لان انا بتعب قوي اقسم بالله في الفيديوهات دي. سلام.